الانخراط ديال المملكة المغربية فلاش أنها تعقد مؤتمر عالمي للمناخ. هذا حدث عالمي اللي هو كبير وحدث تاريخي، وتلاميذ المؤسسة الاتحاد ممكنش يخرجوا من هذه المسألة هذه، بالعكس هما ديما السباقين لمساندة مجموعة الأنشطة الرياضية والثقافية اللي كتنظمها البلاد. وفي إطار هذه الشراكة هذه اللي دارت ما بين مؤسسة الاتحاد الحرة ومؤسسة محمد السادس حماية البيئة في شخص مرسى ماروك اللي كيمثلها في مجموعة الأنشطة البيئية وتحسيسية وبين الجمعية الرياضية المدرسية الاتحاد، فرتئنا هذه السنة هذه أننا ننظموا معرض ديال التنوع البيئي واللي كيشرفوا عليه التلاميذ 100%. حنا عندنا هنا كلية فريمون اوبن، يعني عندنا مايند يعني اوبن، وكنشوفوا اي اكتيفيتي سينو حدث كيكون طاري كنشاركوا فيه حتى حنا، سينو كنجيبوا عندنا ليكول. Donc là, on peut dire qu'on a fait une version de la COP22, il y a une mini-version de la COP22 dans l'école. Il y a des activités qui nous mettent au final l'esprit de nous craindre sur les enfants, nous craindre sur l'environnement que nous vivons dans. Dans le cadre de la COP22 organisée par notre pays, donc nous avons décidé de participer de notre côté avec nos élèves pour justement donner, sensibiliser et aussi informer les gens sur ce problème mondial et essayer de trouver des solutions possibles avec les enfants. Bien entendu, donc on a préparé des exposés sur ce sujet, des exposés sur l'effet de serre, ce que c'est l'effet de serre, quelles sont les conséquences de l'effet de serre, conséquences sanitaires, économiques, écologiques. حنا كيف تلاميذ وحنا باقين اجيال، هذا اللي مظاهره كتهمنا بزاف، كتهمنا المستقبل ديالنا. وحنا تلاميذ ديال هذه المؤسسه مسرورين حيت المؤسسه ديالنا مدارس الاتحاد تاحت لنا هذه الفرصه باش نتعرفوا على البيئه ديالنا اكثر وعلى المشاكل اللي كيحاولونا باش نقدروا ندير الحلول ديالنا. اون فيت حنا بدينا العام اللي فات قبل من الكوب 22، حنا قسم ديالي الثامنه عندنا ثلاثه البروجي في ثلاثه الاعوام. العام اللي فات بدينا عرفنا بالبيئه، هذا العام جاتنا كوب 22 فرصه، درنا اليوم القينا نظره على المشاكل اللي عندنا، والعام الجاي ان شاء الله غادي نقلبوا على حلول اللي تقدر تعاوننا مزيان، ماشي حلول بسيطه. هاد المعرض دوينا على لي كونسيكونس ديال الغيشوفمون كليماتيك، دوينا على ان واحد لي دوز اسبيس لورس بولير و لورس بلون و لو دوفان، هاد لي دوز اسبيس اللي عمرهم ما يتلاقاو، ولكن شفنا في 2014 اكوز ديال الغيشوفمون كليماتيك هاد لي دوز اسبيس غادي يتلاقاو. شفنا اوسي ان اوتر اكزومبل ديال لي دو لو، وشنا أوسي المجهودات المبذوله من طرف المغرب، مثلا محطه نور لطاقه شمسيه، حيت هادشي كيدوي على لي كونسيكونس ديال الغيشوفمون كليماتيك. هادشي عنده بزاف ديال الاسباب، منهم حتى داكشي اللي كيدير الانسان، مثلا لي زوزين مويان دو ترونسبور اكسيتيرا، تي كامل تسبب لينا في ذوبان ديال تسبب لينا في ادخال ديال الحراره اكثر من اللازمه للكره الارضيه. عقدنا واحد المعرض صغير بالنسبه للبيداس، كان فيه لي روسيكلاج وكانوا فيه بزاف ديال الحويجات اللي استفدوا منهم الوليدات. هذا الاطار هذا الاشتغال ديال على لاكوب 22 اشتغلنا عليه هذيك اكثر من 3 شهور، وكوننا فريق ديال الطاقم التربوي وفريق من التلاميذ اللي كانوا كيقترحوا هما الطريقه ديالهم باش بغاو يحيوا بها هاد لاكوب 22. وهاد المساله خلاتنا كنفتحوا على المجتمع، على يعني المدرسه تتنفتح على المجتمع المدني. الاساتذه بدعوا، الاطفال بدعوا، وهذا الشيء تيفرحنا، كل شيء يكون واعي ومسؤول بان راه المناخ كيهمنا كاملين، وبان نظافه البيئه كتهمنا كاملين ومسؤوليتنا كامله.